Revue de presse. باش نبدا مع الخبر اللي كتبت عليه كل المواقع التونسيه تقريبا البارح في ساحه القصبه. نظمت الجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه افطار جماعي او مائده افطار دوليه، شاركوا فيها حوالي 1000 شخص من مختلف الاديان والجنسيات، وبالطبيعه بمشاركه الاحزاب السياسيه متاعنا وشخصيات وطنيه وسفراء دول اجنبيه. هذا الكل لمواجهه الارهاب ورساله موجهه للارهابيين والتكفيريين. حسب وزاره السياحه الافطار الجماعي هذا تكلف قرابة 180 ألف دينار، 180 مليون تحكي بالرسمي. معقول. تو هي بادرة طيبة والرسالة من وراءها مهمة، تنجم تعطي صورة مزيانة على بلادنا خاصة بعد الحادثة الأليمة اللي صارت النهار الجمعة اللي فات، تعطي صورة على تونس التسامح، تونس اللي ترحب بالأديان الكل بالناس الكل. أما اللي ما فهمتوش واللي نتصور برشا كيف زاد ما فهموش، معناتها علاش 180 مليون عشاء؟ تنقول لك على 2000 رقبة؟ لا 1000 رقبة، هاوكا نحسبوها العملية سهلة برشا. 1000 شخص 180 مليون، معناتها كل عشاء تكلف 180 دينار. العشاء الواحد هذا. بون نحيو الشارج. بالي كلوب إرهابي مكتف. نحيو الشارج، نحيو الأمور اللوجستية، يقول القائل زاد فما ناس خدمت، فما حاجات يتكلفوا شوية. وبرا. تنقولوا 100 مليون. بهيش قادوش 80 مليون، دونك على 1000 تطلع العشاء الواحد 80 دينار. عشاء زويبلية ذا الروبان تاكل. انا ما فهمتش انا شبيه ما صدعونيش، اخذ الكاجيت ناكل من كل خلي فيهم حدا. شنو علاقة العشاء اللي تكلف 180 مليون بالارهاب اللي صاير في البلاد؟ انخلك بالرسمي والله ما حتى كانت صدمة قوية. اسمع كما قال عادل امام، ناس عندهم لحمة عازمين ناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة وإحنا نقدوا هكيك. والله الناس مش لقيا بشتاكل، ناس مش لقيا بشتاكل. وناس شوف هي كان شوفوا الخليل البخاري الأكت معناتها الحكاية في حد ذاتها كما قلت معناتها عشيت لموا فيه برشا عباد توريست. خلوني نركز خلوني نركز يا أحمد، أكت سامبوليك باش نعطيه صورة مزيانة لبيننا. معليش 180 مليون بسؤال وائل، قلت البادرة هذه تنظمت برعاية منظمة مش منظمة الجامعة التونسية للمطاعم السياحي اللي هي تابعة أساسا لوزارة السياحة. نورمال يعني الخدمة اللي تخدمت البارح اون بارتنيريا مع وزارة السياحة. دونك في الحالة هذه نتصور اللي الباقي نتاع العشاء نتاع البارح باش نعملوا فيه بقدرة ربي كيما عملنا في أكبر علم في تاريخ تونس، باش نروح ساشيات ونهزوهم للعائلات المعزه كما بدرت مدام سلمى اللومي وزيرة السياحه. جو كونفيرم والله يعجبتني ثاني. واضح سون كومونتير. نتعداو للخبر اللي من بعد، تلقاو زاد كيف كيف في برشا مواقع خبر انتداب منذر رزق. منذر لقبه رزق بعد الاشتباه في طورته في هجوم سوسة وبعد تعرضه للاعتداء جمعة تالي نهار كيما اليوم جمعة اللي فاتت صارت العملية الإرهابية في سوسة. وقتها ثم مواطن اسمه منذر رزق كان مروح على روحه، يا أخي اشتبهوا في أمره ويسخيلوه إرهابي ثاني وشدوه، معناتها شدوه المواطنين كلات ريحة من دار المواطنين وسمع ما لذ وطاب وتوقف وتم التحقيق معه ومن بعد سيبوه. يا أخي البارح استقبل وزير الشباب والرياضة ماهر بن ذيه، بما أنه منذر رزق هذا خريج المعهد العالي للرياضة والتربية المدنية البدنية عفوا التربية البدنية، واعتذر منه على اللي صار له وأعلمه بأنه باش يقع انتدابه كمتعاقد في خطة مؤطر بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد، بما أنه منذر أصيل ولاية سيدي بوزيد. ينجم يكون يجري هو فهمت يجري ياسر وقت هرب من الارهابيين يمطوح ياسر على لصقي حاب يكرمه ولا حاب يدخلوش في العدو الريفي ولا حكايه. هو اسمه سيمون ذو الرزق البارح معذور تحلوا باب الرزق بعد الطيحه، معناه صاحب شهاده عليا كان ما كلاش طريحه ولو قعد بطال السيد الوزير ناكل طريحه وخدمني ولي نورمالمون الشغل حق مكتسب، حق من الحقوق المكتسبه، ماهيش مربوطه العمليه بالتعويض والا بالاعتذار. حكايه الحكايه هذه ما حكيت سي المنذر رزق ذكرتني بحاجه واحنا صغار، يقول لك معناتها اذا كان ضربوك راه على مصلحتك اي فوالا. وكما يقول لك واحد كلات ريحه بعدها تاب، هذه كلات ريحه بعدها انتداب انتداب. جولي والسؤال تونس قداش فما مازال من منذر رزق 180 مليون ذاك العشاء. انا مازلت لو شكوني سنه انا مازلت لو شكوني نجح. Revue de presse.